السلام عليكم الخوت، كنت كنتيستي في الجانجو سيستم اوثنتيكيشن ديال الجانجو، لقيت واحد جوج ديال لي بوك، بغيت نبارطاجيهم معكم باش حتى الا تيستيت واحد النهار جانجو وحصلتو فيهم تقدروا كيفاش تصلحوهم. سو نمشيو للسيتينغز ديال جانجو، نشرح لكم البلان كيفاش تلاقيت انا مع هاد لي بوك هادو اصلا. سو الخوت، هذا هو السيت، هذا هو اليوزرز اكونتس بروفايل. بالطبع هاد الليانات هادو جانجو ما تيجيش مع واحد الخدمه ديال اوثنتيفيكيشن كتصنع راسك، كيجيو مع شي حوايج ولا كيخصك تنقلهم عندك باش تقدر تحكم فيهم اكثر. هذا ما كان اخوت، حتى هاد الليانات هادو ما تيجيوش معاك، فهمتيني، انت كتصايبهم من راسك. سو هذا سوبر يوزر ديالي، سوبر يوزر اول بوك عندنا، نمشي بعدا الاور ديال السوبر يوزر اللي هي عندي اكونتس اور هنا. اول بوك عندنا، مني كتجيب هاد الليانات هادو، مني كتجيب هاد الليانات هادو كتحطهم عندك باش تخدم بهم، باش كتحكم فيهم، باش كنت كتصنع منهم راسك، تصنع منهم داكشي اللي بغيتي تحكم فيهم. مني كتجيبهم بعدا اصلا كتجيبهم من ايرث. ها هو نحط لكم دابا الباط باش تشوفوا، كوبي باط، ها هو الباط، يعني كتهبط الانفيرونمون ديالك في انستراتي جانجو ليب سيت باكاج جانجو، كتزيد كتهبط الكونتريب اود اير، هذا كتلقى لي زير هادو ياك، كتشدهم كتحطهم عندك ياك، كتحطهم عندك في البلاصه ديال لي زير ديالك باش يبان. ملي كتحطهم عندك كتبدل لهم هاد الباط هذا كيولي اور، كتزيد لهم الريجكس وكتزيد لهم هادي باش يبداو اور، وشي مرات كتزيد لهم هادي باش تختم الاور، هذا دير ريجكس مزيان. سو باش كتحكم في التومبليت كدير تومبليت نيم، كدير التومبليت ديالك فين كديرهم، كدير سيتينغ مثلا، سيتينغ هنا كتزيد. بالنسبه لي ما كيعرفش جانكو راه ما يفهمنيش، فهمتوني، ولكن كنهضر مع الناس ديال جانكو ملي غيطيحوا في هذا العطا باش يشوفوا كيفاش يفكوا راسهم وصافي. المهم كتزيد الابليكاسيون ديالك في سيتينغز، كتزيد الابليكاسيون ديالك مزيان على اكونتس مزيان، وكدير الديريكتوري ديال لي تومبليت هو اكونت ريسورس مثلا سميتو ريسورس، فهمتيني. شوف واش كاين شي حاجه زايده، وكدير لوغين اير ديالك باش يبقيت لوغانيشن من هنا. وهاد الخطه دا حنا جايلو من بعد، وهاد الانترنال اي بيز مهم في شي حالات، انا نقول لكم فاش مهم. دابا مثلا هنا درت واحد السيت اب ديال واحد ديبوكار، ما كتبانش دابا هي هنا ديبوكار، ما كتبانش هنا، ولكن مثلا دخلنا تشينج باسورد، لا باسورد ريزيت مثلا، باسورد تشينج، ندخل باسورد تشينج، ها هو الديبوكار ديالي. شو سميتها الديبوكر هذه اللي بغا انستاليها، سميتها جانكو دي تي، تقلب على جانكو دي تي، ما تبانش لك مزيان، ولكن نقلبو عليها نجبدوها ماشي مشكل. نبدل هاد السمية نديرو جانكو ديبوكر تول بار، غادي نوعا ما غتنفعكم باش ديتيكتي المشاكل ديالك. تاني حاجة باش تعاونك باش ديتيكتي المشاكل ديالك هما الدوكس، الدوكس مهمين بزاف، ندخل مثلا الدوكس. المهم هادي ديبوكار تول بار كيفاش تانستالا وكذا، وهادي انستالاسيون، كنتي مثلا كنتي عندك كود انستالاسيون، ولكن ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. المهم جانجو دوكس غادي ينفعوكم، ما
معروف بلي الدوكيومونتيشن غادي تنفع بنادم باش يلقى اي مشاكل. المهم دابا نجي للموضوع ديال الدوكيومونتيشن من بعد. هنا باسورد تشينج. اوكي اول باك عندنا هو ملي كتمشي لل عندي ما بغيتش الاوت ال انايا بغيت ال ديالي ديال اكونت ال اكونت ال ها هو تجبد لي اول باك عندنا هي ملي كتبدل ملي كتبدل باسورد ريسيت باسورد ريسيت ال كلشي ال هنا راني كيجي كتسطر هذا ها هو اللي ها هو كيفاش كيكون ها هاو تكون باث ريزيت يو اي دي بي 64 وتوكن هنا. المهم هذا خصك تبدلو لهاد السطر هذا هاد السطر فهمتيني بحال هكا هاد السطر هذا خص يكون ريجيكس ديالو هكا خدام. المهم دابا كنت نقول لكم في الديسكريبشن وتقدر تلقاه حتى في ستاك اوفر فلو يعني ماشي مخبي غير هو تيقولب ما تيخليكش تخدم حوايجك على خاطرك. هادي من ناحية من ناحية ثانية هي الميلين ملي كتبغي تصيفط ايميل حيت دابا ملي كدير باسورد ريزيت غادي ندخل اجي ندير باسورد ريزيت ندير باسورد ريزيت ريزيت غندير ايميل ديالنا. شوف اذا درتي مثلا شي ايميل ماشي ديالك نشوفو شنو غيدير ما غيدير والو غيدير حتى شي حاجه يخليك حمق فهمتيني. خصك دير الايميل اللي متعلق بالاكونت هذا هو الايميل اللي متعلق بالاكونت ريسيت باسورد. انت كتشوف دابا بلي الايميل ها هو تامبريم لي هنا هذا هو الايميل فهمتوني اخوت هذا هو الايميل. المهم كيفاش تقدر تامبريم هنا بالكونسول بهذا السطر هذا اللي قلت لكم غنجي ليه من بعد هاد السطر هذا كتحيد هاد الباك اند اللي كيكون في الاول باك اند ديال اس ام تي بي كتبدلو بالباك اند كونسول. هاي الكونسول يعني الايميل كيتامبريما في الكونسول ولكن هذاك هذاك الايميل ما غاديش تامبريما. انا نقول لكم علاش غيجيب لكم واحد الايرور اللي هي انا كنت بوستيتها في فيسبوك غنجبدها نشوف الى هذا هو الايرور يونيكود ايرور ات باسورد ريزيت انكودين ويت ايدنا فهمتيني يونيكود ايرور ات باسورد ريزيت انكودين ويت ايدنا كوديك فيل يونيكود ايرور لايبل امشي اور تو لونغ. المهم هذا هو الايرور اصلا داخل عليه الفيديو كامل. اوكي نجي نقلب دابا هذا الشيء نقلو بعدا يبان عندي. المهم هذا الايرور هذا باش غادي تصلح فين غيعطيك بعدا الايرور اجي نشوفو الايرور فين كاين بعدا اصلا ايرور كاينه في جانجو ماشي انا عندك ما عندكش انت شي حتى شي غلط جانجو اللي فيه المشكل هذاك الشيء علاش انا درت هذا الفيديو لقضيه حيت جانجو اللي فيه المشكل وبلا ما بقيت تقول ميل ايتشي دوت باي كور ميل ايتشي دوت باي نقلبوا عليها ونجبدوها هو هذا هنا غتلقى واحد المشاكل ما تلقاش اسطوره الا لا تبدل جانجو فهمتيني دار واحد الابديت انا دابا راه من شحال هادو كنتسنى الابديت ما طرات لا ابديت لا والو. المهم الا شديتي هاد الكود هادي الا كتبتيه عندك ما غتلقاش المشكله فهمتيني صافي هذا معاك غتشد هاد الكود هذا وغادي غادي تقلب عليه غادي تجبدو. اوكي انا نوريكم كيفاش جبدت هاد الكود هذا ملي جبتو ماشي انا طاح عليا من السما فهمتيني وماشي حتى انا كاع فكرت فيه وماشي حتى انا اللي خدمته. نوريكم الطريقه كيفاش انا قدرت نحل هاد المشكلة هادي حتى انا هادشي ليلة وانا خدام معاه باش نحل المشكلة هادي. اوكي دابا طرات لي المشكلة فهمتيني طرات لي المشكلة مشيت لجانجو دوكيمونتيشن درت ريبورتين اباك فهمتيني بغيت ندير ريبورتين اباك باش هما يصلحوها للديفلوبر ديال جانجو. شنو قال لي هنا قال لي قبل ما تريبورتي البوك ريسيرشي عليه
يقدر يكون اصلا محلول مزيان. مشيت درت ايدنا، درت كلمه واحده كنرجع ترتيب ديالها حيت المشكل كاين في ايدنا فهمتيني. المهم فين نقول لك هنا هايا اونكود ايدنا الشعر، هذا هو المشكل الرئيسي. كدير سيرش كيطلع لك دي ريزلت، كتلقى لك بلا ما كتشكى من نفس المشكله فهمتيني. ولكن كتمشي كتقلب مثلا هنا على كلوز فهمتيني، هذا نيدز انف ماشي كلوز، ولكن هذا كلوز فيكس. مشيت مثلا دخلت ليه اوكي لقيتهم، نشوف واش هو هذا، هو هذا لقيتهم بلي في اتش دوت باي اصلا قادوهم، قادوهم ما عرفتش علاش ما وصلنيش الكود، قادوه بدلوه بهذا الكود، هذا بهذا الكود، وهذا الكود هو اللي عطيتكم قلت لكم خشيه صافي. هذا ما كان من بعد ايميل ولا وصلكم في كونسول ولا وصلكم في اس ام تي بي ولا فين ما بغيتو. المهم هذا واحد اللمحه ديال المعاناه ديال الديفلوبر باش يقلب على بوك، بوك يكون اصلا هو ماشي الغلط منه. اللي ما تيفهمش في جانجو ولا في البروغرامين كنتمنى يكون هو استمتع بهذا الفيديو هذا. اما اللي تيفهم البروغرامين راه غيفهمني مزيان علاش كنهضر وكيفاش المعاناه ديال الديفلوبر مع دي فريم ورك وديال البروغرامين. الله يسهل الله يعاون كل شيء. المهم في 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 البوكس اللي تحت نكتب شي حوايج، مثلا تصادفتي مع البوك غتلقى كيفاش تحلو صافي. السلام عليكم.